هذا اليوم تم افتتاح وإنجاز مشروع جزء لا يتجزأ من موضوع الحوكمة الإلكترونية اللي هو الجواز الإلكتروني. وهذا المشروع وهذا الإنجاز سيوفر بشكل كبير أمام المواطن من الوقت والجهد والمال لإنجاز عملية تسليم الجواز الإلكتروني، أضافة إلى قوة هذا الجواز سواء كان في داخل العراق أو خارج العراق. ونسعى لدعم الدوائر والمؤسسات التي تسعى للتحول إلى الحوكمة الإلكترونية. يختلف هذا الجواز الإلكتروني عن الجواز السابق من حيث الإجراءات والمواصفات. من حيث الإجراءات، يتمكن المواطن من الحصول على الجواز عند زيارته للموقع مرة واحدة فقط، بالإضافة إلى جلب مستشفى الأصلية. أما فيما يخص المواصفات فإنه يختلف عن السابق من حيث المواصفات العالمية التي تم طبع الجواز من شأنها. الميزات أنه بنظام حجز، وبداية يقوم المواطن بإجراء الحجز الخاص بالنظام الإلكتروني، ويحدد له يوم وأيضا ساعة، لغرض الوضوح والابتعاد عن الزخم الذي يحصل لدى المواطن. إجراءات كلش بسيطة، يقدم المواطن يحجز عن طريق الرابط، يحجز موعد لغرض مراجعة قسم مكتب جوازات ميسان الإلكتروني، ويجيب المستمسكات الثبوتية، البطاقة الوطنية وبطاقة السكن، ويجي يقدم. إجراءات كلش بسيطة وسهلة، نصوره ونفس اليوم إن شاء الله يستلم جوازه. أحسن فرق بهواي من قبل، فرق هواي. السمس أنا جيت كملت الجواز، اليوم استلم إن شاء الله، الحمد لله والشكر، فرق كلش هواي.